اسمك عبد العزيز ورا ما حطيت عمرك. تراك متأخرة 3 دقايق. لا دقيقتين. تقينا بكل وقاحة بعد؟ احترمي نفسك ولا تتكلمين معي بهالأسلوب. أنت اللي احترمي نفسك واحترمي الموظف اللي قاعد يستناك. يضايقك إني تأخرت دقيقتين؟ والله لو تجاوب ما راح أقبلك. والله لو ما تجاوب ما راح أقبلك. وبعدين لو قبلناك ما راح تتأخر زيها صح؟ أكيد أكيد. أبى أسألك، إذا صرت مدير وعندك موظف لأول مرة يتأخر يمكن عنده ضف تعاقبه؟ لا أكيد بعذره أكيد. لأول مرة؟ متأكدة أنت إنها أول مرة؟ إيه أول مرة. بعدين تركت بنتي مديرتي عشان تحاسبيني. أوكي اتفقنا، أنا ماني مديرتك لكن أنا أقدم منك بقسم الإتش آر. لا والله وأنت صادقة، جاية هنا عشان أرجع لك إذا جبت العيد. ترجعين لي؟ وش قصدك؟ يعني أنا ما أفهم؟ سمعت؟ سمعت يا عبد العزيز؟ تراها قاعد تغلط علي، خليك شاعري على كلامها. سمعت يا عبد العزيز؟ تشوف كيف ترفع صوتها علي. أنا اللي أرفع صوتي؟ ما علينا، ما علينا. قل لي وش تخصصك؟ تخصصي ال كم صار لك بالمجال؟ خليه يجاوب يا بنت الحلال، ما مداني أسأله. والله أعتقد إنه مكتوب عندك في السي في وش تخصص الجامعي. والله حتى أنا أعتقد مكتوب عندك في السي في وش خبرته. بسألك، وين تشوف نفسك بعد 5 سنين؟ 2 سنين. كل اللي أشوفه إن مكاني مو هنا. مع السلامة، عقبالي اللي في بالي. إن شاء الله أنت تنقل عين قبلي. أنا غلطانة أساساً أترك شغلي وأجي أقابلكم.